أصدقائي مساء الخير، اليوم عم صور فيديو مثل ما تكون شايفين العنوان The Myth of the Vegetarian Myth. فأنا مالي محضر حالي أبدا، مالي مخطط كنت أساسا لأني صور فيديو، لكن اليوم رد حدا جديد على الفيسبوك كتب حط لي هذا الفيجيتيريان ميث، وانه قال لي في مجادلة اخلاقية هي بتدحض الكذا. مو اول حدا بيعمل هيدا الشي، فهيدا الشي بس حفزني لانه انا مليت وانا عم رد على التعليقات، فخطر لي اني اعمل هيدا الفيديو بما انه ماني محضر حالي وما عندي وقت بصراحة. فقررت بدل ما اني جهز الفيديو وبعدين صوره، فقررت اني صوره وانا عم جهزه، فبايدي الحال بنستفيد بشغلتين، انا بستفيد باني بوفر وقت، انت بتستفيد بانك تتعلم كيف الريسيرش الاكاديمي بيكون. اذا هذا الشيء بيعجبك فخليك معي بالحلقه اللي انا ما بعرف قد حيكون مدتها. اذا انت عم تدور على يوتيوبر اللي بده يجاوبك ب5 دقائق كيف وجد العالم، وانت بعدين تجي لعندي وتكتب لي تحط لي اللينك تبعه وتقول لي تعلم من هاد، فروح لعنده وجيب لي كم لينك. تعال خلينا نبلش. بالحقيقة أنا ما كنت سمعان بالكتاب هاد أبدا لوقت نزلت الحلقات، ويعني قبل شهرين أو شي من هالقبيل ما كنت سمعان فيه أبدا، والناس سألتني قريته ما قريته الكتاب، مع أنه وهذا الشي مضحك أنه أنا مقضي هيدي السنة كلياتها بالانيمال ايثكس تحديدا. السنة الماضية كنت شغال ايثكس بشكل عام، هيدي السنة محددة كنت بالانيمال ايثكس، وما مر معي هذا الكتاب. يعني بيجيني واحد هيك بكل ثقة انه اخي اقرأ هذا الكتاب هيك، وما عم لاقي ولا حدا رد عليهم. عادة عم يصير اخذ وعطى ببعض الجدالات بموضوع النباتية، فقلت يا اخي خلاص خلينا نقرا لهيدا الكتاب، يعني صار عندي فضول اساسا لاني اقرا. مكتبة الجامعة ما عندها الكتاب، خليني اورجيكم. فاذا هي مكتبة جامعة مالمو، فينا ندور، يعني هذا بيدور بكل المكتبات طبعا التابعة للجامعة. خلينا نشوف سيرش The Vegetarian Myth. مفيش الكتاب مش موجود. I'm sorry، بس دقيقة مر معي هون شغلة، هلا الذكي فيكم بيكون لقطة. The Vegetarian Myth، هذا مو الكتاب، هذا ريفيو فت عليه أنا، عم طلع هيك فلاير قديم، هون دعاية أفلام وهون دعاية للكتاب، فما بعرف شو هو هيك فلاير لحاله بشي قرني. يعني هذا الموجود. خلينا، فإذا هي جامعة مالمو ما عطتنا غير هذا الفلاير بلاها، منروح على جامع، على مكتبة المدينة. ومكتبة المدينة كمان يعني مش بس مبنى المكتبة، كل المكتبات اللي موجودة، يعني مكتبة اللي جنب بيتي مثلا تابعة لنفس هون. فإذا هي المكتبة الأساسية تبع جامعة، تبع مدينة مالمو كلياتها. هذا الموجود أخي. فأنا دورت بمكتبة الجامعة القديمة تبعي، جامعة لين شوبينج بغير مدينة هاي، نفس الشي. خلينا ندور، بركي الله بيرزقنا بشي كتاب. نفس الإفادة، مفيش. أعمل إيه طيب أنا؟ اللي بدي اعمله انه طلع معي هذا الفلاير نفسه، رد رجع طلع لي من جامعة لين شوبينج مثل ما كنتم شايفين، نفس الفلاير تبع دعاية الكتاب اللي ما بعرف شو قصته. هذا الفلاير هيك موجود. فالجامعتين اللي بي يعني جامعتين سويديات ما عطونا اكثر من هذا الفلاير يا اصدقائي. ومكتبة مدينة مالمو ما موجود عندها كمان. سو شو بدي اسوي بحالي انا؟ اللي سويته بحالي اني انا جبت الكتاب بي دي اف. شو بدي اسوي طيب؟ نزلت الكتاب بي دي اف ليكو. وخلينا نحكي شوي الشغلات على الكتاب. اللطيف بالموضوع انه انا بكون جايب مصادر اكاديمية
في حلقة تبع مفارقة اللحم، بتذكر مفارقة اللحم حطيت فيها ليستة مراجع بالآخر. بتمنى ترجعوا تشوفوها وتقروا مين هي مراجعي، مين هي مصادري، ووزنها الأكاديمي، الأسماء المحطوطة، دور النشر. أنا بشتغل هيك، بشتغل بهيدي الطريقة، حتى صرت من يومين مؤخرا هيك في كم بوست حطيتهم، صرت حط المصادر تبعي، صرت حط المصادر تبعي اللي انا اوريدي عارفان ما رح تشتغل معه، ما حدا رح يفوت ويقراها اساسا. بيجيني واحد بيحط لي هذا الكتاب، بيقول لي اقرا هذا الكتاب، هذا الكتاب يضحد حجج الأخلاقيين، شو الحجج الأخلاقية يضحض الحجج البيئية يعني، أو بيحط لي طبعا مقالات ودراسات من هون وهنيك. أنا كأكاديمي شو بعمل؟ بدي أدور بجوجل سكولر، أنا هنيك شغلي، خلينا ندور على هيدا الكتاب العظيم بجوجل سكولر، يعني ما له موجود بالمكتبة. طيب جوجل سكولر يعني جوجل، خلينا نشوف. هاي جوجل سكولر، نشوف شو في عنده، شو رح يعطينا هذا جوجل. طيب هلا انا اوريدي عامل تشيك على هيدا الموضوع، بس خلينا هلا هون ذا فيجيتيريان ميث هو الكتاب نفسه، بس الكتاب بموقع جوجل يعني، فمو مو شي بس كتاب جوجل. ليش هيك صار هون؟ ما في شي تاني على ما يبدو، ما في ذا فيجيتيريان ميث، لكن الحقيقة نكشت شوي انا بالجوجل سكولر، ضيعت وقت ودورت على اني لاقي شي عم يحكي بهيدا الموضوع، رح اورجيكم شو طلع معي. بعد التنقيب بجوجل سكولر حسنت اوصل لبعض الاشارات على هذا الكتاب. على الكتاب خلينا نبلش هون بهي المقالة اللي عاملين الدراسة، ساندرا وخولة وأحمد شفيق، أحمد هيك شي شفيق يمكن. دراسة منشورة بهي المجلة الماليزية، ماليزيان جورنال اوف نيوتريشن، فما بعرف يعني انا هي المقالة، هي يعني مش المقالة عن الكتاب، بس بشي انا ما عاد لقيتها هلا، بس قريتها قبل يعني قبل ما اصور. عاملين ريفير او اشارة لشي هي كاتبته بمواضيع النيوتريشن، بس هيك يعني، مو ما دخلوا بالكتاب، ما دخلوا بالمقالة. وهي مجلة الماليزية نيوتريشن، ما بعرفها بصراحة قبل هلأ، وما مرت علي أبدا، حتى آخرها يعني دعايات بيشبه مجلة سيدتي مثلا، ما بتحسها مجلة أكاديمية. الماليزيين عليهم كل شغلة. anyway هي خلصنا من ماليزيا وإندونيسيا. أوكي منجي لهون، هذا أحسن شوي، هذا أستراليا. طيب هذا مايكل شو مساوي؟ دورت على كلمة ميث، طبعا طلعت لي 4 مرات، يبدو مستشهد فيه 4 مرات. خلينا نشوف، هي من رقم 1. في هون استشهاد an overview من أنون، صفحة 2011، the of environment activist. لاحظتوا هي النقطة اللي أكد عليها انه هي مش أكاديمية بالمواضيع اللي هي عم تحكي فيها بهذا الكتاب، هي أكتيفست، هي أكتيفست فيمينست أكتيفست و environmental أكتيفست، لكن هي مش أكاديمية. الأكتيفست كيث حكي بكتابها كذا وكذا، concludes الخلاصة اللي هو عم يحكيها هاد آنون أو هاي ما بعرف، the truth is that agriculture كذا كذا. فهون هاي انا عامله اوفر فيو على كلام كيف بكتابها، فيكم تقروه طبعا مثل ما لكم شايفين، كونكلود بسيط. شو الاستشهاد الثاني بميث؟ بالريفرنس صرنا.
بقائمة المراجع، قائمة مراجع نفسه يعني عم يتكرر بقائمة المراجع، وهون رجعنا نفس النقطة. طيب إذا دورنا على اسمها بركي الله بيرزقنا شي تاني هيك أحسن بحسنتها. ها لنشوف كيف. طبعا هذا وين رقم واحد، هي رقم واحد. الاكتيفيست كمان نفس الشيء، الناشطة البيئية لاري كيف. هلا هون هو داعم الكلام تبعها، انا مضطر امسك الموبايل هيك. هلا هون هو مأكد على كلامها، عم يقول انه في عندها سترونج كيس، عندها قضية او مجادلة قوية بموضوع البيئة بكتابها اللي هو نفس اللي عم نحكي عنه، مستشهد فيه هون، كمان فيكم تقروها. طبعا تاني مرة، 9 مرات مكتوبين هون، كمان نفس الشيء كمالة هذا الاستشهاد. عم يقول انه بالتأكيد لا فلان انه هو كونه بريطاني، ولا كيف كونها امريكية، explore the opportunity to meet protein الى اخره، موضوع البروتين بس مرة اسمه هيك. هون نفس اللي كنا فيها قبل شوي، نفس اللي كنا فيها قبل شوي، كنا فيها قبل شوي، بعدين رحنا على المصادر. فإذا عمليا مايكل مستشهد فيها مرتين، مرة هون وقايل عليها انه عندها سترونج كيس، والمرة الثانية اللي هي عند الاقتباس تبع انون اللي هو هذا. فإذا هذا بس بصراحة يعني هي الورقة هي اللي اكثر شيء يعني عاطية وزن لموضوع لهذا الكتاب بأنه مستشهدة فيه مرتين. وفي هذيك الورقة تبع اندونيسيا، بس مشكلة ورقة اندونيسيا انه ما فيني اعمل سيرش فيها مثل هون، مشان هيك يعني انا وقت قريتها بالكامل طلع معي وين هن مستشهدين فيها بمكان على موضوع نيوتريشن يعني، لكن ما عاد لقيتها بعدين، ما بديت ارجع اقرا المقال كله من اول وجديد او الدراسة كلها. So هيدا يا صديقنا اللي منشورة كمان هي بمجلة اسمها زولوجيست، مجلة كتير تعذبت لو وصلت لها صراحة. أنا عم بحكي بالمناسبة وعم ورجيكم هدول جماعة اللي ما عم يصدقوني ويقولوا لي بدنا أعطينا شواهد، شو بتسموها، ريفرنسز ومصادر. عم ورجيكم هلا، أنا عم أقول لك هدول هي كتير تعذبت لو وصلت لها، هي كلهم نقابة تنقيب عنهم بمعنى الكلمة. فبهي المجلة تبع الزولوجيست الأسترالية هذا الزلمة مستشهد فيها بهي المقالة. هدول اللي يعني فيني أقول يعني نوعا ما تعاملوا معها، استشهدوا فيها، اعتبروها شيء. لقيت هذا الكتاب كمان في الفصل الثالث من الكتاب، اسمه مثل ما لكم شايفين Why Animals Matter، الفصل الثالث The Animal of Bad Faith Speciesism and جون ما بعرف شو. طيب هذا جون بالنتيجة عم يحكي عن الفرق ما بين النباتات والحيوانات من ناحية الشعور. بعدين شو قايل؟ الناس اللي يعني بتغير هذا الرينج اوف فيلينج، يا اما هنن ignored، يعني يا اما هنن جاهلين by such critics، or simply denied، منكرين لهذا الفرق ما بين الحيوانات والنباتات، اللي مثل صاحبتنا تبع الفيجيتيريان ميث، انه هي عبرت described plants are sentient، عبرت او توصفت هي فعلا هذا الشيء كتبته. اذا انا عم بقرا اللي هذا الزلمه شو كاتب، عبرت عن النباتات انه هن sentient، وهي انه اكدت انه هن في لهم مو بس عندهم احساس sentient، في عندهم انترست اهتمامات او يعني تطلعات، وفي عندهم ديزايرز ورغبات ولاف ذير لايفز وما بعرف شو. يعني عطيتهم يعني وضع تماما مثل الحيوانات، as much as animals do، ببساطة تماما مثل الحيوانات. So عم ينتقدها، هنا بس انا عم احكي عن المصادر حاليا، عم ينتقدها، وبعد شوي رح نجي لهي الفكرة. فبنخلص من هذا الكتاب، فيكم تشتروه تشوفوه تقروا المقالة. شو بنلاقي؟ بقي عنا هي المقالة اللي هي مو مقالة رسمية، يعني مش مقالة منشورة في يعني مثل مسودة او شيء هيك ورقة
ورقة عادية، فاكت شيت مسمينا هنن. ومن اند نيوتريشن، واللي عاملينها جماعة فيمينست، وهنن مشان شو الفيمينست؟ ليش انا قلت فيمينست؟ لانه هنن جابوا سيرتها هون، اجا اسمها هون اللي هو كيث ذيكا. فشو كاتبين؟ انه it's important to note that feminists and environmentalists do not all agree about the merits of vegetarian diet. انه لازم من الضروري انكم تنتبهوا انه النسويات وجماعة حفظ البيئة، ما بعرف شو بدنا نسميهم، بيئيين، لا يتفق جميعهم على مزايا الحمية النباتية. For example see Keith 2009. وليش اشاروا لإلها؟ مو لانه المجادلة تبعها مهمة، وانما لانه هي فيمينست وانفايرومنت انفايرومنتالست، هي هدول التنتين نفسهم. فقط هيدا كل شي لقيته على جوجل سكولر. اصدقائي، وانا عم بعمل مونتاج لهذا الفيديو اللي عم تشوفوه بعد ما خلصت تصويره بالليل، تذكرت انه انا ما عملت سيرش بجوجل سكولر على اسم الكاتبة كيف، فمنشان يعني المصداقية وما حدا يكتب لي بالتعليقات، فانا عملت هذا السيرش على كيف. اخي ممكن اسم الكتاب مو موجود، هذا جوجل سكولر مقالات بيكون على اسم الكاتبة الى اخره. اللي طلع معي من كل هدول نفسهم مكررين، اللي هن لايك بوك 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 بوك. شو هو البوك بوك بوك؟ طلع معي هاد ديب جرين ريزيستنس لثلاث مؤلفين، وهي واحدة من بيناتهم، يعني عبارة عن مقالات شي لإلها وشي لغيرها، من ما هم كاتب يعني الشغلات اللي هن كاتبينها ناشرين على شكل كتاب. anyway خلينا ندور هدول الجماعة شو كاتبين على فيجن. دورت فيجن، طلع معي 5 مرات ذاكرين كلمة فيجن، وهذا إنجاز كتير عظيم، أحسن من بلا. خلينا نشوف شو هن الـ5 مرات بكتاب من 560 صفحة يتعلق بحماية البيئة. أول وحدة فيهم لا هي تاني وحدة، صرنا هيك بدنا ننصب عليكم بوحدة. هون they were عم تحكي all before the year 1900 they were all anarchist vegan squatters the age. ايه هون folk songs، هيدي الفقرة ايه اللي تذكرت، عم تحكي عن الوضع اللي كان يعني بداية انطلاقات بعض الحركات الشبابية بآخر القرن الـ18 أو القرن العشرين، آخر القرن الـ19 أو القرن العشرين. الثانية هون عم تحكي على موضوع كمان مرأة جملة، يعني هي القصة جملة هون، انه عم تحكي على الغذاء النباتي اللي هو رايت هوس وكذا. ما في يعني قريت هي الصفحة انا ما لقيت فيه اي شيء مهم يعني يتعلق مهم بما نحن بصدده. يعني they would include a group of vegan lesbians right. هون عم تقول انه يعني بعض شو بدنا نترجمها هي؟ بعض الفئات بالمجتمع مثل النباتيين والمثليات والاناركست اللا سلطويين والى اخره، انه هدول اللي حيحسوا ب ديب انسلتد، حيحسوا ب يعني اهانه عميقه اذا كان ناديت لهم ليبرالز متحررين. فهذا اللي مذكور عنهم للجماعه، خلال تقول لهم متحررين ابدا اوعك. الفيجن دايتس از ريليتد، هون عم تحكي انه النيوتريشن على التغذية، انه بتكون تغذية سيئة اكسبكتد، انه يتوقع انه النباتيين والفيجنز الحمية النباتية والفيجنز انه هي تعطي بور نيوتريشن. هون كانت عم تحكي بين المقالة على النيوتريشن طبعا، كالتشر اوف ريزيستنس اسمها المقالة. هاي الخامسة يعني بركي مثل ما بيقولوا الخامسة هي بدها تكون القاضية، يعني 5 مرة ذاكرين اسم فيجن وآخر مرة فيهم لازم يختموا ختامها مسك. بتقول we must stop hating the animals that we are only ideological fantasies will be able to stick
to such body punishing. طيب هون شو حط بين قوسين اللي أنا تجنبتهم؟ I was the most extreme version vegan for almost 20 years, so I'm allowed to say that. أنا كنت نباتية صرف، كنت أنا أكثر نوع متشدد من النباتيين اللي هن الخضريين أو النباتيين الصرفين لما يقارب 20 سنة، لهذا أنا يحق لي أن أقول هذا. لازم نشوف شغلة، إنه الكوتيشن اللي هي قايلتها هون اللي كل الناس عم تصفق لها وتلحقها فيها، اللي هي تتكون من قسمين. القسم الأول ادعاء أنه أنا كنت نباتية لمدة 20 سنة، نباتية most extreme version يعني للأخير عطيتها بنباتيتها لمدة 20 سنة. القسم الثاني so I am allowed to say that. خلينا أول شيء نعمل نظرة على القسم الأولاني يلي بيكون نباتي متشدد لمدة 20 سنة، ما بيقول I have never cheated on beef but I certainly binged on eggs and dairy every chance I got. أنا ولا مرة غشيت شيت ما بعرف إنه ولا مرة أكلت بيف لحم بقر، لكن بالتأكيد binged. يا الله شلون بدي ترجم binged؟ يعني أي حالة الفجع اللي بتصير مع الواحد اللي عندهم بوليميا بيعرفوا عن شو عم بحكي، حالة الفجع انك انت تاكل بشراهة كبيرة لو انت شبعان، هذا اللي اسمه بينش، لانك انت مشتهي الاكل اللي عم تاكله مو لانك جوعان. هذا اللي بيصير مع جماعة البوليميا. On eggs and diary، انه هي عم يصير عندها حالة الفجع هي على على البيض وعلى منتجات الالبان والاجبان في كل مرة، يعني بصح لها every chance I got. هذا مش نباتي اللي عم يحكي هذا الكلام، وانا هون حاطط الماوس على stated in an interview انه هي حكي هذا الكلام بمقابلة اذاعية. رح نرجع لهذا الموضوع بعد شوي. طلع لي هذا الكتاب مثل ما الكل شايفين اسمه In Harm's Way Pornography Severe Rights Hearing، يعني بورنوغرافي القصة، ما أكيد ما دخلها بالفيجانيزم. على كل الأحوال هذا الكتاب مو هي مؤلفته اللي إديتد، حتى يعني مش تأليف وإنما تحرير لوحدة اسمها كاثرين. طيب خلينا نشوف كيف عم نعمل سيرش على كيف. طلعت لي هون طبعا كيف، هلا كنت عامل السيرش قائمة الأسماء تبع المحررين، وهي هون قائمة الأسماء المراجع وإلى آخره، يعني ما كمان مالي ملاقي أي شيء. رد هون لقيت هذا الكتاب آخر اسمه Earth at Risk، وليكو Earth at Risk عبارة عن تحرير كمان، لما هي مشاركة بالتحرير مع ديريك جنسن، وبس تحرير لمقالات أخرى. طيب أنا فكرت انه اخي اوكي تحرير لمقالات اخرى، والموضوع عبارة عن Earth at Risk Building Resistant Movement to Save the Planet. برجع وبحكي مثل ما عم بحكي بالفيديو على موضوع البيئي، التوجه البيئي وهي ليش عم تدافع عن البيئة والى اخره، وانا هذا الشيء مالي ضده ابدا. وطبعا قلت لكم او رح اقول بعد شوي الفيديو انه ومع ذلك هي ضد تماما الانيمال فارمينج او مزارع الحيوانات والمداجن والى اخره، من شان هذا الموضوع Earth at Risk. تمام، وهذا الشيء اللي انا اساسا معها فيه يعني. طيب خلينا نشوف الفيجن بهذا الكتاب، نشوف شو مناقشين شيء ضد الفيجن. يعني اوكي Earth at Risk والفيجن بدهم يلعنوا ابو الارض. خلينا نشوف هون الكتاب تبعها، طلع دعاية للكتاب سعره $20 ب 320 بيج. $20، شفت ليش الموضوع مهم جدا، The Vegetarian Myth. طيب فإذا هذا دعاية للكتاب. هون كمان ونفس الإفادة هون Reading our latest vegan cookbook، طلعت القصة هون على cookbook، كتاب طبخ، كتاب طبخ للناس الفيجن. صباح الخير، هاي ديفيد
هو فايق الصبح، تذكرت هدول الشغلات عم صور لكم اياهم. في كتير شغلات كمان تذكرتها بالليل قبل ما انام، يعني انه كان لازم اقولها، يعني من الشغلات بعد الفلترة كنت حاططها بدي لكم اياها، لكن طبعا نسيت كتير شغلات. مين انتي لحتى تعطينا قرار بانه انتي الستاندرد، المعيار الكوني اللي خلص العالم كله، البشرية كلها لازم تمشي عليه بسبب تجربتك العظيمة اللي هي مدتها 20 سنة؟ على رأسي تجربتك، على رأسي انك تحكي مو بكتاب، ب200 كتاب. كوني سبجكتيف، مو تعملي العكس تماما. لانه انا صار معي كذا كذا فلازم العلم يمشي معي. تاني نقطة، ولو كانت هي الشغلة هي السبب المرض تبعك، رح امشي معكم للاخير. لو كانت كل الامراض تبعها سببها نباتية، ولو كانت كل الشفاء تبعها ويعني كل الامور الجيدة اللي صارت بحياتها لاحقا سببها انه هي رجعت اكلت لحم ومنتجات حيوانية من الناحية الصحية. ماشي معك تمام، انا اوافق، ويعني الله يوفقك. جوردان بيترسون بيصل له كذا سنة حميته الغذائية على اللحم الأحمر فقط، فقط حرفيا وماء بحسب ما هو قال. فأنا ما بحسن إجي وأقول لك لازم أنت تتبع الحمية تبع جوردان بيترسون، تبع كيث، تبع ديفيد، تبع أي حدا، لأنه هي فادت أي حدا فينا. هذا مو ساينس، هذا حكي بالشارع بالقهوة، تقعد تحكي بالقهوة. ما بيصير اقعد مع ابو خالد واقول له لابو خالد لانه بنت عمتي انا اكلت بطاطا وطابت فانت لازم تاكل بطاطا فبتطيب. يمكن البطاطا هي اللي عالجت بنت عمتي، لكن وين الكوزاليتي؟ وكيف وانا عم بحسن اعمل الرابط ما بين بنت عمتي وابو خالد؟ انتوا ماشيين هيك. انت اللي عم تكتب لي التعليق عايش هيك مع الناس اللي حواليك. يعطيك العافية، بس ما تجي تعتبر انه هذا الشيء انت اللي عملته تبع ابو خالد وتبع بنت عمتي، هدول ما فيك تعتبرهم ذي فيجيتيريان ميث، غير مقبول هذا الكلام. برجع وبقول في حضرتها تروح وتتبرع بحالها انه تقضي حياتها على انه ينعمل دراسات اول شيء لنشوف انه هالامراض واحد اثنين ثلاثة فعلا سببهم الغذاء تبعه والحمية تبعه وكذا. هيدي قصة سردة لحالها. سردة الثانية، هل فعلا النمط الغذائي اللي مشيت عليه؟ وبدنا نكون كتير دقيقين، مو هيك عم نحكي انه والله شو اكلت امبارح، والله اكلت شاورما، انه مو هيك القصة. ومن يوم الجمعة اكلت سندويشة فلافل، بكره حاكل بيتزا، مو هيك الموضوع ابدا. بدنا نكون كتير دقيقين لحتى ندرس انه فعلا الاغذيه اللي اكلتها لاحقا، النظام الغذائي اللاحق هو سبب انه هي طابت. هي خلصنا من القصه كلها. طيب هلا صار بدنا نروح على الجنراليزيشن، على التعميم. بدنا ندرس حالات تانية ونبلش نشوف النتائج على الحالات التانية. سيميوليشنز، كمبيوترات، نرجع نعمم على دراسات اكثر. القصه بتاكلها 20 30 سنه، الموضوع مو كتير هيك صغير. ومو انك تجيب لي دراسات من هون وهنيك ونجمعها ببودي واحد وبعدين نولفها هيك توليفه ونقول لك اخي خود البقش. ماني عم جمع لك غرفه نوم. anyway كملوا الفيديو. فبس نطلع من الجوجل سكولر، الجوجل العادي، الدنيا بتصير أريح وأوسع، وبيصير أي حدا بده يحكي بيحكي مثل ما أنا هلا عم بعمل. أنا ما فيني أعمل هيدا الشي بجوجل سكولر، بس بجوجل العادي فيني أعمل هيك، وأنت فيك تعمل هيك، كلياتنا فينا نعمل هيك، والناس بتعمل هيك. وبالتالي حتلاقي ريفيوات على الكتاب، يعني بقى مثل ما انت بدك، انت بدك تتحيز لهذا الطرف فحتلاقي ريفيوهاتك بهذا الطرف بتتحيز. لكن يعني ريفيوهات ناس عاديين عاملينها، ناس مثلي ومثلك ومثل اي حدا، ما في اهل اختصاص بالموضوع، يعني بصراحة ما لهم كتار. anyway يعني
يعني حتى ما شفت كتير، يعني كلياتهم بينعدوا على الأصابع صراحة. هذا اللي أنا طلع معي على جوجل العادي حتى، ومع ذلك إنهم مش مضبوطين. اللي هيك واللي هيك لأنه مو بير ريفيود يعني أكيد، لكن في كم وحدة لفتوا نظري. خليني أورجيكم يوم. بداية قبل ما نروح على جوجل منبلش من الكتاب نفسه. أنا للصفحة 227 مكتوب هون إنه مارك ميسينا a champion of soy thinks of Japanese eats 8.6 grams a day. إنه هذا الشخص مارك بيعتقد إنه هو champion of soy، بيعتقد إنه اليابانيين بياكلوا كذا. المهم شغلة مالنا فيها، تفصيل سخيف. هلا هو مش سخيف لكن يعني ما بيهمني هلا احكي فيه. هو في عين مجادلة، هو حامل مجادلة هون، مجادلة انه الصويا مضرة بالصحة، هي نتيجة المجادلة اللي بهذا المقطع. لكن بقصد يعني هلا ما بدنا نقعد ندقق بالتفاصيل. هلا هي حاطة مارك و8.6 وحاطت لنا شو بنسميها هذا، ريفرنس، مرجع 206. رحت على المرجع، انا هاي المرجع اللي هي حاططه، The Whole Soy Story, The Dark Side of America's Favorite Health Food. وبالنتيجة انه الصوي هو soy is not a healthy food وكذا وكذا، فانه الصوي اكلة مضرة بالصحة. وهي عم تلعب، يعني هي هون مجادلتها اساسا بهيك. وبالتالي هي جايبة كلام مارك مش من مارك مباشرة، وإنما جايبته من كتاب اسمه هيك، الكتاب المؤلفة تبعه بنت واسمها كاييلا دانييل. فهي يعني جايبته عن طرف ثالث مثل ما بنقول، جايبته من طرف ثالث على الأقل، يمكن يكون لسه فيه أكثر وأقل. لكن الطريف وين بالموضوع بقى؟ إنه أنا عم بقرأ بهذا الـ الويب سايت هون، عم شوف ريفيو، انا عم دور على ريفيوات. طبعا هذا الويب سايت مثل ما الكل شايفين ذا فيجن ار دي، فيكم تفوتوا عليه. طبعا ويب سايت للفيجنز، وفي قصص بقى تتعلق بكل الشغلات المتنوعة. ومن جملتها عاملين ريفيو لهيدا الكتاب. مين اللي عامل الريفيو؟ واحدة اسمها جيني مسايا مسينا. جيني هاي المرة هي اللي عاملة ريفيو. هاي دي هون شو بتشتغل وشو إجازاتها وشو شهاداتها وإلى آخره، تفاصيلها هي. هلا بنرجع عن جيني، بننزل لهاي الفقرة. هون شو عم تحكي جيني؟ عم تقول بالصفحة 227 هي قالت she notes that، هي حطت هيدي الكوتيشن اللي هلا أنا قريت لكم إياها. فهي معلقة عليها عم تقول انه اقل، او كمان قولي اقل من معلقة شاي، هيك كانت بتجي حرفيا. عن جد really will I happen to be married to Mark. طلعت هي مرته لمارك، فعم تقول هون انه انا معناته يعني اتوقع عندي فكرة اكتر عن هو شو بيعتقد بموضوع الصوي انتك. فهون قاعدة شرحت له ساينس كمان، وانه شو هو بيعتقد وكذا. فهون شو قايلة؟ انه even 2006. هون حاطة انه لو انا ما كنت بعرفه اساسا، I don't know him, I didn't know him، كان فيني اقرا الدراسة تبعه اللي هي عاملها بسنة 2006 وناشرها بال peer reviewed، هيدا اللي كنت عم اقولكم اياه، peer reviewed medical journal nutrition and cancer. فهو ناشر دراسة بهي المجلة، وهي بقى خابصة الدنيا، ويعني مستعملة اسمه لكن مزورة كتير الاشياء. فيكم تقروا هي الفقرة وفيكم تقروا المقال نفسه. ففي هيك يعني بتلاقوا هيك شغلات. بما انه هون انا ورجيتكم امازون، كمان فوتوا على امازون بتلاقوا هون بالتعليقات ناس مجادلة وعاملة على الكتاب نفسه. يعني جود ريدز موقع كمان جيد، ف يعني كمان ماله سوء عالي بصراحة هون. popular answered questions، قالت انه هون باختصار انه انا ما قريت الكتاب لانه الريفيوز from reviews it sounds like reasoning is really half packed. يعني تماما مثل ما انا بدي اقول لكم بعد شوي، انه واضح من التعليقات وانا واضح من قرايتي كمان انه الريزنينج
تبعها، المجادلات تبعها هالف باكت، يعني مش كاملة القصة، يعني هي عم ما عندها مجادلات حقيقية كاملة. هون بقى عم تسأل انه كذا وكذا على مجادلات هي حكيتها، ف انه اقنعوني بهذا الكلام لحتى اصدق انه هذا الكتاب صح، انه اتس ريزنينج القصة بدها. ونفس الشيء يعني هون نزلوا شوفوا الريفيوز، يعني مو انا اللي عم بحكي هذا الكلام. هون في كمان لقيت بموقع كمان للفيجان اسمه سكيبتيكال فيجان، هاي بسكيبتيكال فيجان هي عجبتني هون، انه انا حاسة بضرورة انه لازم رد على هذا الكتاب. بس شو وصفته؟ A horrendous piece of pseudoscience. هي وقت قريتها انا لهلا عم بتذكرها كل ما تذكرت الكتاب، انه هي مش عم تقول انه horrible ولا bad. Anyway كمان هيدي ما قال، وهون سردة هون انه كليم، شو في ادعاء وشو الرد عليه، ادعاء ورد عليه، وطويل كتير كتير، في تعليقات وسرد واخذ ورد كتير طويل يعني. كمان اللي إله مراه وبده يقرا، يعني شايفين في اخذ وعطا، يعني من انه واحد قرا العنوان شوفوا عم ورجيكم قديه في سرد. وهي صفحة وحدة تعليق ريفيو مراجعة على هذا الكتاب، يعني شايفين وقت العالم عم تراجع على، بغض النظر هذا ويب سايت سكيبتيكال فيجن، بس انه يا اخي في ناس عم تاخذ وتعطي، تفضل اقرا اشتغل مثل ما ديفيد اشتغل، مثل ما العالم عم تناقش، مو تقرا العنوان وانه خلص تيجي تطبش لي اياه بالتعليقات. فاذا هذا هيك كمان A horrendous piece of pseudoscience. في هذا الويب سايت هدول لسه ألذ، انه عاملين ويب سايت كامل للرد عليها، myths about the vegetarian myth، فعاملين جماعة ويب سايت كامل لحتى يردوا عليها ايه على كل قصة. يعني كمان سردة هون في فقرة لكل تشابتر ولكل فقرة وكل مجادلة، جماعة ساردين كلمة شو اختصاصه سارد. بس بدي أعطي شوية ملاحظات كمان على الكتاب لحتى وقت بدكم تحكوا بالكتاب تعرف انت عن شو عم تحكي، تعرف انت على شو you are advocating، على شو انت عم تدافع الى اخره. كتير اثار فضولي، انا اول شيء اثار فضولي طبعا الانيمال ethics، بعدين البوليتيكال، بعدين الانفايرومنتال، هيك الترتيب يعني. يعني اول شيء الاخلاقي، بعدين السياسي، بعدين البيئي، هدول اللي هموني اكثر شيء بهذا الترتيب. طبعا كنت عم دور على شيء مجادلة ethical، مجادلة اخلاقية، ما في فلسفة اخلاق الحيوانات ولا شيء. هون عبارة عن مجادلات تبع يعني اللي بيجادلوه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، هيدا المستوى تبعها. ما في اي مجادلة اخلاقية ترتقي، انا كشخص معي ماجستير بفلسفة الاخلاق اقول لك انه ترتقي لاني انا ناقشة، ما موجود هيدا الكلام. خلينا مثلا ندور، يا اخي انا كذاب، خلينا ندور مين بدكم؟ جون ستيوارت ميل، بدنا في أهم من جون ستيوارت ميل، كله في مليون 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 مليون. جون ستيوارت ميل كلياته ما لنا حاطينه ولا له أي اعتبار. طيب أخي بلا جون ستيوارت ميل، كبه بالزبالة. جيريمي بينثام، بينثام شو وضعه؟ بينثام ما حدا متذكره بالمرة، مع انه بينثم هو ليش ما حدا متذكره؟ لانه هي ما بيعجبها بينثم، لانه بينثم هو اللي حط لنا موضوع فلسفة الاخلاق بناء على موضوع الالم، موضوع الاحساس، الشيء اللي انا مقتنع فيه انه هو صح. بس انه هو اللي قال عبارته الشهيرة تبع انه السؤال مو موضوع هل هن بيوعوا، ولا انه هل هن بيحكوا، ولا انه هل هن عندهم reasoning عقلانية، مو هذا السؤال يا جماعة. السؤال can they suffer، هل يعانون؟ أي كائن يعاني فهيدا كائن له، فينا نعتبره moral patient مثل ما بيقولوا فلسفة الأخلاق يعني، أو
موضوع أخلاقي. طيب خلينا نرجع لهون للسيرش، ما بدي أقعد أتفلسف على الفاضي. طيب خلينا نحكي على توم ريغان. معقول كمان ريغان نساء؟ توم ريغان ما في، توم ريغان، توم ريغان تبع حقوق الحيوان كله ماله موجود هون. عن شو عم تحكي؟ انيمال رايتس فيلوسوفر. ها واخيرا، شلون انا قلت ما لها حاطه؟ انيمال رايتس فيلوسوفر بيتر سينجر argues that you should only eat animals products if you see their original blah blah blah. طيب بس انه انيمال رايتس فيلوسوفر ديف. طيب ما بيتر سينجر ما له انيمال رايتس؟ بيتر سينجر ضد الانيمال رايتس. بيتر سينجر انا قلت لكم باحد الفيديوهات من قبل انه، حتى قريت لكم اياها من الكتاب، وقت قال انه انا مو مشكلتي مع حقوق الحيوان انه هي حقوق الحيوان، انا مشكلتي معها انه هي حقوق اساسا. هو زلمة فيلسوف انيمال ليبريشن، حتى هو اللي عامل الانيمال ليبريشن البرانش كلياته، هي مسميته انيمال رايتس فيلوسوفر. يعني حاططه مثل واحد مسيحي وقلت عنه انه مسلم، هيك القصة يعني. ف يعني هو حلاوة القصة انه هو مقضي حياته كلياتها بجدال نقاش فلسفي، هو وتوم ريغان. توم ريغان تبع حقوق الحيوان، هو تبع الانيمال ليبريشن، كل حياتهم شغالين ببعض دول اثنين. ايه بالنسبة للموضوع البيئي والاخلاقي والبوليتيكال السياسي، الافرع كلها اللي موجودة بالكتاب، بهذا الكتاب وبأي كتاب تاني، بدكم تكونوا فهمانين شو شو الخلفيات تبع الموضوع، هذا نظرته لوين بينظر. مثلا موضوع البيئي، انا حكيت بموضوع كيف تنظر انت الى البيئة بيوم البيئة العالمي، نشرته موجود بالبلاي ليست نفسها تبع النباتية. انا حكيت انه في عنا على الاقل 3 توجهات رئيسية فيما يتعلق بموضوع البيئة. التوجه الاول anthropocentrism، التوجه الثاني بايوسنتريزم، التوجه الثالث ايكوسنتريزم. باختصار هدول التوجهات الثلاثة الرئيسيين بال 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 بالأخلاق البيئية كلياتها. الأنثروبوسنتريزم التوجه الأول فيهم بيركز على أنه فيما يتعلق بالبيئة الإنسان هو المحور، الأنثروب الإنسان هو المحور تبع أي أخلاقيات أي قرارات ناخذها. إلى البايوسنتريزم أو البايوسنترست اللي بيكون هو متبع أو توجه البايوسنتريزم، هذا الشخص بيكون مهتم بالكائنات الحية الموجودة بالسؤال تبعك، بموضع السؤال تبعك. نجي للثالث اللي هو ايكوسنتريزم، الشخص ايكوسنترست، هاد بيقول لك اخي انا بتطلع للايكو سيستم بالكامل، للنظام البيئي بالكامل، الغابة كما هي بما تحتويه الى اخره. هي الى وزن اخلاقي، هي الى وزن اخلاقي. مؤلفة الكتاب تتبع الصنف الاخير، وبالتالي دعواتها البيئية الغريبة جدا تصب في فكرة الايكو سنتريزم، انه نحن نرجع او نعمل الايكو، ان الانظمة البيئية نرجعها كما هي من الاخر. يعني السردة هيك النتيجة. هلا انا عندي كتير اعتراضات على الموضوع، على المجادله البيئيه تبعها، قلت لكم يعني بس ما لحق اقعد ضيع وقت وجادل فيها واحكي كتير، بس كفكره عامه مش هيك. بدك تعرف المجادلات مثلا هي شو وجهه نظرها، هلا اذا انت موافقه على وجهه، هلا انت صار فيك تقرا الكتاب وانت فهمان هي ليش هيك عم تحكي، اذا انت موافقه يا اخي اوكي، بس يمكن انت هلا تفهم الموضوع بوجهه نظر ثانيه، انه هي حاطه من اول الكتاب انه انا لو الناس
انا عم بكتب هذا الكتاب منشان الناس الصغار، انا لو برجع 20 سنة لورا وبعرف اللي هلا بعرفه فانا كنت ما صرت نباتية، منشان هيك انا عم بكتب هذا الكتاب لحتى الشباب الصبايا ينتبهوا ما يوقعوا بنفس غلطتي. والشغلة الثانية اللي عم اتأكد عليها من بداية هي الجملة وطالع، فكرة بتتكرر كتير بالكتاب، انه لو الناس التانيين الناس النباتيين يا اخي مساكين، لو هن بس يعرفوا المعلومات اللي عندي انا يعني كانت انحلت القصة. يعني احنا كنباتيين او اي حدا نباتي بالعالم بس عنده مشكلة معلومات، حرفيا هيك قالت، حتى فيني اورجيكم اياها. anyway بتلاقوها بالكتاب، انه خلص مشكلتك هي مشكلة معلومات بس. ف قصة كتير مسخفة الحقيقة يعني، بس نجحت، نجحت مع بالأوساط الشعبية وعملت مصاري كتير وعملت فلوس كتير. لكن كمان في عدة شغلات بدي أقولكم عليها قبل ما أسكر. الشغلة الأولانية إنه هي ما كانت فيجن لمدة 20 سنة. خليني أورجيكم. هون بس أنا أجيت مشان أقرأ الاقتباس صح. طبعا فيكم تفوتوا هيدا نفسه اللي فيكم تفوتوا هون على الانترفيو تسمعوا انا عملت هيك. I never cheated on beef, but I certainly binged on eggs and dairy every chance I got. هذا مو نباتي. هذا ابدا مو نباتي. وهي الانترفيو تبعها على الراديو هون، فيكم تسردوا عليها تسمعوها. Listen. كمان كنت أرجيكم هاي. It's next to impossible to review this book. It's so packed with misinformation and confusion that refuting the claim could be another book itself. يعني يجانب المحال إني أنا أعمل ريفيو لهذا الكتاب. كتير محشي بالمعلومات الخاطئة والكونفيوجن، يعني مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي انه او هي بس اذا بدي اقعد انكر ريفيوتينج فند 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 الادعاءات الكليمز رح يكون كتاب لحاله. فهذا كنت بس بدي اقول انه اولا اول قصة لكم عليها انه هي مالها نباتية بالكامل. شغلة ثانية بدي لكم عليها حتفاجئكم، انه هي ما هي تماما ضد الانيمال فارمينج او المزارع الحيوانية تماما. هي قايلة انه باكثر من مرة انه انا هذا يعني مو نقاش، يعني هذا موضوع خارج النقاش. فهي مصرحة انه انا ضد هذا الموضوع الانيمال فارمينج. طيب انت منين بتاكلي اللحم واللبن والبيض وكذا؟ فبتقلك انا باكل من المزارع المحلية. يعني هيدا الشيء اللي قلت لكم عليه مرة بإحدى الحلقات، اللي بيسموه ethical animal eating او اكل اللحم الاخلاقي، انه بتكون انت عم تاكل من المزارع المحلية، وبالتالي انه الدجاج او البقر او الى اخره انه يعني على الاقل مش عايش الحياة التعيسة اللي بيكونوا عايشينها بالمداجن الحيوانية. ورجتكم الصور وطريقة قتلهم وسلخهم إلى آخره. ف يعني الطريقة التقليدية القديمة، راجعين للطريقة القديمة. وهي طبعا هذا الشيء بيتماشى تماما مع نظرية البيئية. فهي متراجعة، هي بتدعم هذا الموضوع وهي ضد هذا الأكل أبدا، إنك تشتري لحم من السوبر ماركت وكذا. ف وبالتالي الأصدقاء اللي عم يطبلوا ويزمروا لهذا الكتاب، اول شغله بدك تعملها طبق الكلام اللي انت عم تدعي انه هو الكلام، يعني الكتاب المقدس تبعك، طبقه وبطل تشتري لحم ومنتجات نبات حيوانيه ونبات الى اخره، منتجات حيوانيه في من السوبر ماركت. ما عاد في دجاج، لحم من المطاعم، بدك توقف لي اكل المطاعم كله، كلياته هيدا جاي عن طريق الانيمال فارمينج، المزارع الحيوانية. تاكل اكلك فقط، اما انت بتروح بتصطاد او تشتري من مزرعة مدجنة جنب، مو مدجنة،
مزارع عنده دجاج وعنده بقر وعنده إلى آخره، بتشتري من عندهم. عايش في المدينة بتاخذ سيارتك وتروح على شي قرية وبتشتري. هيك إذا عم تطبل وتزمر للكتاب، لأنه هي هيك فكرها. هي ما لا ضد النباتيين، وعم تدافع على اللي أنت براسك إنه معلش اشتري اتعامل مع الحيوانات بالطريقة اللي احنا عم نتعامل معهم فيها هلا. وبالتالي على أقل تقدير امشي مثل ما هي ماشية، على أقل تقدير لك كتر ألف خيركم يا جماعة. إذا بتمشوا مثل ما هي ماشية، إذا بتكونوا أدفوكيترز أو داعين لأكل اللحم الأخلاقي. الحركة مالها كتير قديمة، 2002. اوكي، روح اشترك بالحملة، بس ما تجي تقلي انه هاي الكتاب هو بينكر الشيء اللي انا كرماله نباتي، لانه هذا مو صحيح هذا الكلام. ولا بينكر الشيء اللي معظم الناس كرماله نباتية. يعني مثلا هلا تذكرت انه هي حاطة مجادلة مرتين، مجادلتين عن موضوع. واحدة منهم انه قال النباتيين مستشهدة بقصة، وانه الناس الموجودين ايدوا للشخص وكذا، موضوع انه ينعمل السياج يفصل الناس اللاحم الحيوانات اللاحمة عن الحيوان عن الغزلان وكذا. يعني انه شو الكلام اللونتك هذا؟ يعني مين عم تسمع نباتي بيقول لك هذا الكلام؟ هي بتقول، وبيجي بيقول لك نقدة المجادلة تبع النباتي. ما في نباتي أساسا غير كم واحد معتوه بيكون عم يقول لك بهي الفكرة. انت شو عم تطبل وتزمر؟ كل مجادلاتها من هذا النمط السخيف. هلا تذكرت مجادلة اللي نفس القصة بيحكوا لي اياها، وبالمناسبة انا مصور حلقة عليها، حتكون حلقة بعد القادمة. اللي هي موضوع الوحوش، الحيوانات المفترسة اللي بالغابة، الضباع وإلى آخره، بأنه إحنا لازم نساويها النباتيين. هاي لحالها صار لي عليها سد. لك مين قال؟ مين في حدا نباتي قال هذا الكلام؟ هي بتقول لك إيه، وهي مجادلة وبتقيس عليها. أنا هلا بلشت أفهم منين الناس عم تطلع بهي المجادلات الغريبة، سواء مجادلة النبات ولا مجادلة الحيوانات. هي انا مين قال لك بدنا نوقف الحيوانات اللي بالغابه؟ هي طبعا من وجهه نظرها كايكو سنترست انه هي حيكون بدها هي النظام البيئي كما هو عليه له قيمه، ونحن النباتيين بدنا نجي نضرب لها من نصه هيك، ونخلي الاسد يصير نباتي ياكل فجل. هنا باني المجادلات تبعها كلها البيئية، ما رح افوت فيها وناقش فيها، لكن انا كنت عم دور على الزراعة الاورجانيك الفيجا، ما لقيتها. ما بعرف شو ترجمة اورجانيك، حدا يكتب بالتعليقات انه اورجانيك فيجا، نباتي صرف. ما انتشروا كتير بعرف، لسه هن يعني بضع مزارع، لساته مشاريع جديدة، هي الفكرة أساسا جديدة. لكن خلينا نشوف، نظريا الفيجن ما عنده ولا مشكلة من المشاكل تبعك، هيك على ما يبدو. خلينا نشوف، ما يعني ما تعطي قطع بت مثل ما دائما عم تعطي قطع بت، وهذا القطع بت تبعك كتير يعني ايه، مزعج مزعج يعني بصراحة. وأنا عم بقرأ الكتاب كتير يعني أقول كتير متضايق، متضايق من الناس اللي أجبرتني أقرأ هذا الكتاب أو أسمع بوجوده أساسا. صدقا أوه، هي قصة سردة لحالها. اللي حكيت لكم قريت لكم اياها قبل شوي، موضوع انه النباتات عطتها، مو النباتات اللي فهمنا عطيتيهم قيمة، بس انه بدك تجي تجبريني انه النباتات سنتيان وفي عندهم آمال وتطلعات ورغبات، وحياتهم تهمهم بقدر ما حياة اي حيوان تهمه، والبكتيريا الحشرات والقصص كلها ساردة عليهم نفس الشيء.
ما فيك تجي تفرض علي هذا الكلام. كيف سنتيانت النباتات؟ عشان هيك بيجي واحد بيقول لي النباتات عندها احساس. لا، هي مو بس سنتيانت، مو بس حساسة، واعية، لديها كاباسيتي لأنه تحس. لا، كمان حياتها تهمها مثل الحيوانات، لديها قدرة على الشعور مثل الحيوانات، لديها قدرة على شو كانت expectations، أو عندها تطلعات وآمال و... نباتات. الكتاب مليء بالهراء يا جماعة. أنا رح أكتفي هون، ما بعرف قد إيه صار لي عم أحكي وقد إيه صورت. إذا أنت لساتك عم تتابع معي لهون، أهلا وسهلا. لكن أنا فعلا إذا بيضل عم بحكي ساعة، عندي بعد نص ليل، إذا بيضل عم أحكي يعني بضل الصبح أنا سارد معكم على أي قصة. ف يعني هذا بكل اختصار، علمتك شو تشوف. هذا الكتاب هذا وزنه، ورجيتك شو وزن الكتاب بالنسبة لإلي. شوف بقى انت شو بتعطيه وزن. تفضل اقراه، تفضل ناقشه، تفضل عرف عن شو عم يحكي الكتاب، وعرف انه هي ما كانت فيجن، هي ما كانت نباتية صرفة، لا تدعو ابدا، بل هي ضد اكل اكل التعامل مع الانيمال فارمينج، مع المنتجات الحيوانية اللي بتيجي من المداجن ومن المزارع، الابقار والداير برودكتس، الحليب والجبنه. بدك ترجع كله، اذا بدك تمشي معها، اذا بدك تمشي معها بهي شو انكرت ضدنا. هي ما انكرت ضدي المزارع الحيوانيه، هي ما انكرت ضدي ماكدونالدز وكي اف سي، هي ما انكرت ضدي الفروج واللحم اللي عم ينباع والحليب واللبن اللي عم ينباع بالسوبر ماركت، كلهم ما انكرتهم ضدي، كلياتهم هي معي فيهم، كلياتهم هي مع النباتيين فيهم. اوكي، امشي مثلها اذا كان بدك تمشي مثلها، وبيكون كتر الف خيرك. بتمنى كل الناس اللاحمة يمشوا مثلها، بنكون حلينا ازمة اكتر من عظيمة. بتمنى هذا الفيديو يكون فاتكم، وبتمنى انكم تبعتوا هذا الفيديو لكل واحد بده يقول على موضوع هذا الكتاب. هذا رأيي، هذا رأيي أنا بهذا الكتاب. بعتوا رأيي للأشخاص اللي برأيكم إنه هن لازم يعرفوا رأيي. بشوفكم بحلقة قادمة، إلى اللقاء.